أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم الموعظة في المقبرة، وما حكم توزيع المياه الباردة على المشيعين في المقابر؟ إذا كان الناس وقت حر ويحتاجون إلى ماء فلا بأس بذلك، لأن هذا يحتاجونه الناس في وقت الحر والصيف، فمسألة الماء لا بأس بها. وأما الموعظة عند القبر هذه ما لا تشرع إلا عند الحاجة، مثلا إذا جو القبر ما أعد وجلسوا ينتظرون أن القبر ينتهي ويحفر، ألا بأس أن طالب العلم يذكر الناس، يذكر الجالسين حوله. أما أنه يخطب خطبة ويقف على مرتفع هذا من البدع، ما والمداومة على ذلك دائما كل هذا من البدع. نعم، جزاك الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.